الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي ثقف نفسك مع الجيل العربي. الأخلاق هي قيم التي يمتلكها الفرد وتصنف بين حسن وسيء، والأخلاق الحسنة هي أساس بناء المجتمعات واستمراريتها، ودونها تتعرض المجتمعات للفناء والانهيار. قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التحلي بمكارم الأخلاق وجعلها من كمال الإيمان. الوطن هو الحب الذي نجده في قلوبنا بدون سبب، هو الحب الفطري الذي ينشأ بداخلنا ويكبر معنا طوال حياتنا. الوطن هو الأمل، وهو الماضي، وهو الحاضر، وهو المستقبل. الوطن هو الأرض التي يجب على شعبها أن يزرعها، وهو المياه التي يجب الحفاظ عليها، وهو المصانع التي يجب أن نشيدها، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل شيء. غابات وطني كبيرة ومتنوعة، من بينها غابات معمورة، وهي أكبر غابة في المغرب. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est-à-dire peu à peu et avec de la patience, on arrive toujours à son but. مرحبا أصدقائي، لنتذكر معا طرق الوقاية من الفيروسات من خلال هذه الرحلة السريعة من المعلومات. نعرف جميعا أن غسل اليدين مهم جدا، ويجب أن يكون بالماء النظيف والصابون، وحتى لا ننسى فمدة الغسل يجب أن لا تقل عن 20 ثانية مع اتباع الطرق الصحيحة للغسل خاصة بين الأصابع. وإذا أحسسنا بأعراض المرض يجب تجنب مخالطة الآخرين حتى لا نتسبب في العدوى. وعند العطس أو السعال يجب استخدام مناديل ورقية والتخلص منها حالا في القمامة. وتبقى التغذية السليمة شيء ضروري يساعد أجسامنا على مقاومة ومحاربة الفيروسات.